كما يقال قاتل الله السياسة. السياسة التي أرادت لنا كعرب ومسلمين أن نكون وقودا لعداء دائم وتخاصم مستمر طيلة فترة الحرب الباردة التي كان للجميع أخطاؤه بها في مناطق الصراع المختلفة. السياسة التي أرادت أن تقطع كل حبال الوصل الإنساني بغض النظر عن وجود مناطق اتفاق أو اختلاف. السياسة التي حقنت وعينا الجمعي وما زالت بكل الصور المشوهة عن الإنسان وقرينه الآخر. لكن مع كل هذا سأقول إنه من حسن الحظ أن أكون كويتيا في هذه المعادلة، ففي أوج الحرب الباردة ووسط أجواء لا تحتمل القسمة على اثنين، فأنت أما في الغرب أو في الشرق، كانت بلد الكويت تدشن علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع موسكو عام 1963 كأول دولة خليجية. ولكم أن تتخيلوا فقط مدى صعوبة أن تقوم بخطوة كهذه في تلك الحقبة. ومنذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة وإلى أن يشاء الله، ظلت الكويت وروسيا ترتبطان بعلاقات صداقة متميزة وأواصر ثقة متبادلة، ونحن من جهتنا نعترف أن مستوى تلك العلاقات يحتاج إلى مزيد من التطور لتصل إلى علاقات شراكة وتكامل. وهذا هو واجبنا اليوم كبرلمانات وممثلين للشعبين الروسي والكويتي.